أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين. للمرة الأولى منذ 10 سنوات الاحتياطي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة والأسواق تخشى موجة من الاضطرابات. بوتين يؤكد أن روسيا نجحت في مواجهة العقوبات وتركيا ما زالت تستورد نفط داعش عبر كردستان. أهلا بكم. تخلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن أسعار الفائدة الصفرية ورفعها بنحو ربع نقطة مئوية للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات. هذه الزيادة وإن كانت متواضعة إلا أنها قد تسجل بداية النهاية لسياسات التيسير النقدي التي اعتمدها الفيدرالي لتحفيز النمو وتنشيط الأسواق. الخطوة الأمريكية هذه ستتردد أصداؤها في الولايات المتحدة لكن تأثيرها قد يكون أقوى خارجها. حسن يوسف. أخيرا فعلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. أسعار الفائدة الصفرية لن تكون في صلب سياسته النقدية خلال السنوات المقبلة، على الأقل طيلة فترة الانتعاش التي بدأت نهاية العام الماضي. حالة الانتعاش في الولايات المتحدة يقابلها تباطؤ يطاول معظم اقتصادات العالم بما فيها أوروبا والدول الناشئة، قاطرة النمو العالمي، كما يحلو للعديد من المؤسسات المالية الدولية تسميتها. هذه الاقتصادات لن تكون بمنأى عن انعكاسات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، كما أنها لم تكن بعيدة عن الانعكاسات المباشرة للأزمة المالية العالمية التي انطلقت عام 2008 من الولايات المتحدة. جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قللت من هذه الانعكاسات. إنها ربع نقطة مئوية فقط. الزيادة لم تفاجئ الدول الناشئة. أعتقد أن هذا القرار كان متوقعا وكان موضوع بلاغ واضحا. عملنا على تجنب أي انعكاسات سلبية. قد يكون هناك تأثير سلبي عبر تدفق رؤوس الأموال، لكن يجب أن نذكر أيضا بالآثار الإيجابية عندما يكون الاقتصاد الأمريكي قويا. لكن قوة الاقتصاد الأمريكي لا تكفي لطمأنة الأسواق. قبل عامين أعطى مجلس الاحتياطي إشارات إلى قرب انتهاء ضخ السيولة في الأسواق، فما كان من المستثمرين إلا أن حولوا سيولتهم من أوروبا والاقتصادات الناشئة باتجاه الولايات المتحدة. هذا السيناريو يبدو أنه أكثر ما يقلق صناع القرارات الاقتصادية في العديد من دول العالم، ولا سيما أن دولا عديدة ما زالت تعاني ترددات أزمة عام 2008 حين انهارت أسواق الرهن العقاري في أمريكا. رفعت البنوك المركزية في كل من السعودية والكويت والبحرين والإمارات أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع ربع نقطة مئوية، لتشهد أسعار الفائدة بأسواق النقد فيها زيادة أيضا بما يتماشى مع مناخ سعر الفائدة الجديد. وجاء إعلان رفع أسعار الفائدة عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الليلة الماضية رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى في نحو 10 سنوات. وإلى تركيا، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة التي يدفعها على نسبة الاحتياطي الإلزامي المقومة بالدولار ليتخذ خطوة صوب تشديد السياسة النقدية. وقد يؤدي عدم الاقتداء بمجلس الاحتياطي الذي رفع الفائدة إلى تفاقم مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي في ظل ضغوط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذا وانخفضت أسعار النفط متأثرة بزيادة المخزونات الأمريكية، إضافة إلى قرار الاتحاد الفيدرالي رفع معدلات الفائدة. وتراجع سعر برميل برنت المرجعي 20 سنتا إلى 37 دولار و19 سنتا. ويذكر أن وزارة الطاقة الأمريكية أكدت زيادة مخزوناتها النفطية إلى 4,800,000 برميل، ما يعد مؤشرا على ضعف الطلب بالتزامن مع الفائض الكبير في العرض العالمي. كشفت شركة AHS للمعلومات أن انخفاض أسعار النفط يؤثر على الإنفاق الحربي في منطقة الخليج، وهي التي طالما اعتبرت واحدة من أكبر أسواق السلاح في العالم. انخفاض أسعار النفط قلص ميزانيات التسلح هذا العام لأول مرة منذ 10 سنوات، ويتوقع انخفاضها أكثر العام المقبل. وتراجع الإنفاق الكلي إلى نحو 82 مليار دولار هذا العام برغم الحرب في سوريا واليمن والعراق. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه السنوي بالصحفيين أن بلاده نجحت في مواجهة العقوبات، وأثبتت المؤشرات الاقتصادية بدء الخروج من حال تباطؤ إلى النمو الإيجابي. بوتين قال إن تركيا تستورد نفط داعش عبر كردستان، وأكد أن موسكو تعمل حاليا على استبدال جهات الاستيراد وتحسين إدارة الاقتصاد ومناخ الأعمال. الاقتصاد الروسي تجاوز ذروة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، والناتج الصناعي يسجل نموا متزايدا، وعجز الميزانية يتراجع إلى 2.5%، كما أن محصول الحبوب يتجاوز 103 ملايين طن، فيما انخفض الدين الخارجي بنسبة 13%، وموسكو تقوم بإيفاء جميع التزاماتها أمام جهات الإقراض الدولية. أعرب نائب رئيس شركة نوبل أنرجي عن سروره باعتراف الحكومة الإسرائيلية بأهمية تطوير الغاز الطبيعي لأمن إسرائيل والمنطقة والاقتصادهما، وهو ما يسمح لشركته بالتحرك إلى الأمام مع التخطيط والتطوير. وأضاف أن النوعية العالية لحقلي تمار وليفياتان بالاندماج مع السجل الحافل لنوبل أنرجي في تنفيذ مشاريع كبيرة تعطي ثقة بالقدرة على الوقوف والرد على طلبات الغاز الطبيعي للزبائن الإسرائيليين والإقليميين، بحسب ما قال. سجل احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي الأردني استقرارا في ال11 شهرا الأولى من العام الحالي عند 14 مليار دولار بانخفاض طفيف عن عام 2014. وبدأ الاحتياطي الأجنبي للأردن الذي يغذيه الدخل السياحي وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي بالارتفاع منذ بداية 2013 بفضل قروض ومنح مالية خليجية وأجنبية وعودة الثقة بالدينار الأردني. توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الله بن محفوظ ألا تزيد فترة ضخ استثمارات سعودية جديدة بقيمة 8 مليارات دولار عن 3 سنوات، وأن توجه بنحو رئيس إلى البنية التحتية. وأوضح بن محفوظ أن استثمارات القطاع السعودي الخاص في مصر تبلغ 27 مليار دولار، منها 12 مليارا هي عبارة عن استثمارات عبر هيئة الاستثمار المصرية، و8 مليارات دولار هي استثمارات عائدة لمواطنين سعوديين. عقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالهجرة غير المسبوقة في حجمها، بالإضافة إلى بحث احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد. المسألتان تمثلان تحديا يهدد وحدة أوروبا، وفق ما قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر، داعيا الدول الأعضاء إلى دعم اقتراح تشكيل قوة أوروبية لحرس الحدود. وينص المشروع المقترح على السماح بالتدخل في أي دولة مقصرة في حماية حدودها، ما يثير تخوف الكثيرين من المساس بسيادتهم. من جهة أخرى، يخصص القادة الأوروبيون عشاء عمل لبحث احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد، وهو احتمال دارت حوله النقاشات الأكثر حدة منذ طرحه. رفعت الحكومة الأرجنتينية الجديدة إجراءات مراقبة أسعار الصرف المطبقة منذ عام 2011، وبذلك تكون الحكومة قد أزالت عقبة أساسية من أمام الشركات الراغبة في الاستيراد والأفراد الذين يريدون الادخار. وقال وزير المالية إن هذا القرار الذي يسمح بإعادة أسعار الصرف الحرة بين الدولار والبيزو سيؤدي إلى خفض قيمة العملة الأرجنتينية. وكانت الرئيسة الأرجنتينية السابقة قد فرضت مراقبة أسعار الصرف منذ 4 أعوام لوقف خروج العملات الصعبة، منعا لإضعاف احتياطيات البنك المركزي الأرجنتيني. المستوردون سيتمتعون بحرية أكبر، صار بإمكانهم استيراد البضائع من دون طلب إذن، أما التجار الراغبون ببيع دولار فلن يلاحقوا. هكذا يعمل أي اقتصاد طبيعي في أي مكان من العالم، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق نمو اقتصادي. تدريجا سنمحو الفقر من الأرجنتين. أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع يوم الأربعاء تشريعا استثنائيا لتمويل نشاط الحكومة لما بعد منتصف الليل عندما تنتهي المخصصات المالية الحالية. وكان مجلس الشيوخ والنواب قد أقرا في وقت سابق يوم الأربعاء مشروع القانون الذي يمدد المخصصات الطارئة حتى 22 من كانون الأول ديسمبر الحالي. توصلت الولايات المتحدة وكوبا إلى تفاهم بشأن استئناف الرحلات الجوية التجارية بينهما، وذلك بعد قرار البلدين التاريخي بتطبيع العلاقات إثر نصف قرن من المواجهات. وجرى تعليق خدمة الطيران التجاري لعشرات السنين كنتيجة للعداء الناجم عن الحرب الباردة. وسيمهد هذا القرار الطريق أمام شركات الطيران الأمريكية لبيع تذاكر لكوبا على مواقعها الإلكترونية مباشرة للمسافرين. وبهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة الاقتصادية. للمزيد زوروا موقعنا almayadeen.net باللغتين العربية والإسبانية. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.